على الرغم من حسم وزير الطاقة والمياه ريمو غجر النقاش حول طبيعة العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة سومو العراقية، على أن الزميل في قناة العراقية أمين ناصر والذي اطلع على تفاصيل العقد تجعل من العقد هبة مقارنة بعقود النفط التي تبرم عادة. هبة لسبب كبير جدا، لا يقول الوزير وزير غجر يقول أننا اشترينا لأنه العقد هو شراء، لكن لا توجد مفردة يبيع العراق إلى لبنان في كل العقد اللي هو 11 فقرة، لا يقول يزود العراق الجانب اللبناني، يزود، وهنالك فرق يعني في هذه التسمية. هبة عندما نتحدث عن الليرة اللبنانية، سعر الصرف المنصة وسعر صرف المنصة للرسمة الذي يحدده مصرف لبنان وليس سعر السوق السوداء. فضلا عن ذلك العراق لم يطلب من لبنان أي سنت يدخل إلى العراق، يعني مال حتى الليرة اللبنانية العراق ليس بحاجة، تبقى الأموال في الداخل اللبناني على أن يستفيد منها العراق لاحقا بمساعدات. المساعدات هي حاجيات وسلع وخدمات ممكن تكون طبية أو صحية. يبلغ طن النفط 7.33 براميل، وبناء على العقد الموقع يحصل لبنان على 7,330,000 برميل سنويا. وإذا ما احتسب سعر البرميل المتوقع في النصف الثاني لعام 2021 وأنه لن ينزل عن $68 للبرميل، تبلغ قيمة الكمية التي سيستفيد منها سنويا لبنان نحو $498 مليون، وسيسددها لبنان بالليرة اللبنانية داخل لبنان على سعر المنصة ويبادلها بالفيول الصالح لمعامله. مجلس الوزراء قرر مساعدة لبنان 1,000,000 طن سنويا، يعني مش 2021، سنويا بإمكان اللبنان إذا استثمروا هذا صح، وما بعدين سألنا وين راح وين انسرق وين كذا ومثل الطحين، وما دخلوا اللي يأوصون عندكم باللبنان تقولون هكذا يهاجمون هذا الموضوع بين الجانبين، ممكن تستثمرون كلبنانيين في السنوات المقبلة. العقد العراقي وبحسب ناصر ذهب أبعد من ذلك، إذ حدد توزيع الحصة الكاملة بشكل شهري، طالبا الاطلاع على مضمون المناقصات التي ستجرى مع الشركات التي ستستبدل النفط الخام غير الصالح بالفيول الذي يصلح لمعامل الكهرباء اللبنانية. وهنا راح تأتي شركات معينة هي تستفيد من هذا الزيت، النفط الأسود، زيت الوقود عفوا، وتبادله بأسعار معينة. لو فرضنا أنها 1,000,000 طن، فهذه الشركات تقول نعطيكم إلى لبنان 700,000 طن ونستفيد من 30,000 المتبقية و 300,000 المتبقية. الأسعار هذه أو المبادرة هذه الجانب العراقي طلب أن يطلع عليها بشفافية، باعتبار أن شرط آخر كان أن هذه الحصص ستكون شهريا حتى يكون فيها رقابة. لا سمح الله إذا ما تم التلاعب بالشهور التابعة أو اللاحقة فسيحدث هنالك إشكال. يعني على مدى السنوات الثلاث الماضية فقط تكبدت خزينة الدولة مصاريف تقدر ب9 مليارات دولار بالعملة الصعبة لشراء المحروقات. العقد العراقي اللبناني ليس الحل، بل توفير لابد منه في ظل العتمة الشاملة التي تهدد البلاد. أدم شمس الدين، قناة الجديدة.